الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، مع برنامج تغنى ورتل، هذا البرنامج القرآني الذي نتكلم فيه عن كلام ربنا سبحانه وتعالى، والذي نتعلم فيه شيئا من كلام ربنا سبحانه وتعالى. هذا البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالات الأبناء والبنات من الصغار، هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن الأوامر التي أرادها الله سبحانه وتعالى في قرآنه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكعادتنا وفي بداية كل لقاء، أول ما نبدأ به تلاوة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. إنا
جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لو يؤاخذهم بما كسبوا لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فاتخذ سبيله في البحر سربا اقرأ يا مصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن
شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل لك أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترقني من أمري يسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. ما شاء الله قراءة جميلة يا مصطفى. اقرأ يا صهيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. معنى اتصال، معنى زيد الحلواني. تفضل يا زيد. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. صوت، ما في صوت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي اكمل من سورة علي عمران. اي صفحة يا زيد؟ 51. تفضل. طب خلني ابعد اخلي الصوت واضح بس شوي. توكل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا. اقرأ بهدوء يا زيد، اقرأ بهدوء حتى يعني القراءة تكون أجمل. اقرأ بهدوء يا زيد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذلك متاع الحياة الدنيا
والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ما شاء الله، قراءة جميلة زيد. زيد قراءة جميلة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق زيد إلى ما يحب ويرضى. نريد منك يا زيد أن تستمر معنا، القراءة صار يعني أصبحت أجمل مما قبل، لكن نريد أن تتدرب أكثر وأكثر وأن تستمع أكثر للقراء، فكلما استمع الإنسان كلما يعني أصبحت القراءة أجمل وأجود بإذن الله تبارك وتعالى. أكمل يا صهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. حسبك. معنا غادة البطوش من الكرك، تفضلي يا غادة. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال قد انقطع. معنا باسم محمد من عمان، تفضل يا باسم. ذكر نصوص القصص. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن أعد يا باسم، أعد الآية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونجعلهم، اللام هنا يا باسم مفتوحة. أعيد الآية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه
وجعلوا من المرسلين فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ما شاء الله قراءة جميلة يا باسم، قراءة جميلة وطيبة، أسأل الله سبحانه وتعالى. تفضل. بدي أخوي يقرأ. تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام، حياكم الله. بدي أقرأ من سورة طه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ما شاء الله قراءة جميلة يا هاشم، قراءة طيبة وجميلة، والمخارج عندك جميلة والقراءة طيبة والأحكام ما شاء الله جميلة أنت وباسم. معنا حنان لبطوش من الكرك، تفضلي يا حنان. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب في الدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. حنان. نعم. أنا أريد منك يا حنان أن تستمعي هذه السورة الجميلة وهذه السورة العظيمة، أريد منك يا حنان أن تستمعي لها جيدا وأن تقرأيها عشرات المرات المرة القادمة وأن تستمعي لها من أحد القراء حتى تكون أفضل وأتقن. يعني ننتظرك إن شاء الله يا حنان الأسبوع القادم والمرة القادمة حتى نستمع لهذا الصوت الجميل يا حنان. معنا يعني يبدو أنه أكمل يا صايب، أكمل يا صايب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. معنا غادة لبطوش من الكرك، تفضلي يا غادة. السلام عليكم. يبدو أيضا أن الاتصال قد انقطع. اقرأ يا سهيل.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. حسبك يا صهيب. معنا أحمد السعودي من الطفيلة، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا شيخ، حياكم الله، أهلا وسهلا. سامحنا يا شيخ، لأن والله ذيك مرة كنا بدار القرآن. جميل، سامحينك. بدي أبدأ بجزء عمه. تفضل. سورة النبأ. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما تسألون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات. وأنزلنا هنا الألف لا عليها فتحة. لا يعني أنت قلت وأنزلنا من ال هي وأنزلنا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. ما شاء الله أحمد. نعم. قراءة يعني قراءتك أصبحت أجمل مما قبل وأجمل يعني من المرات القادمة. نريد منك يا أحمد. تفضل. بدي أخلي أخوي يقرأ. تفضل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. اقرأ. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. يا مرحبا. والله احنا آسفين لأن كنا في دار في دور دار القرآن، احنا نعتذر لك. إن شاء الله. هم حتى يكون تواصل بيننا وبين المستمعين، هم كانوا يعني في كل أسبوع يتصلون ويقرؤون، في الأسبوع الماضي لم يتصلوا فهم يعتذرون عن هذا، جزاهم الله خيرا، هذا من حسن أدبهم وعلى تواصلهم مع هذا البرنامج. تفضل. بدي أقرأ سورة الكهف. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينظر. أعد. قيما 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 لينظر بأسا شديدا لينذر لينذر قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات إن لهم أجرا حسنا. معي محمد معي؟ نعم. ما
محمد احنا اتفقنا في المرات القادمة في المرات الماضية اتفقنا انك تقرأ من الصور القصيرة نوعا ما، جزء عما، جزء تبارك، جزء المجادلة. لذلك الحين بدي اقرأ لك سورة النبع عادي؟ اقرأ. بقرأ الرحمن الرحمن. طيب محمد، رضا اسمي. رضا، نريد منك ان تجهز هذا الامر وتتصل معنا في المرات القادمة. معنا آية العمايرة من الصل، تفضلي يا آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أكمل سورة البقرة. أي صفحة بالضبط؟ 5. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما شاء الله، قراءة جميلة يا آية، هنالك تحسن في القراءة. نريد منك يا آية أن يكون لك مصحف خاص وتضعي عليه بعض الملاحظات بجوار في الأماكن التي ليس فيها كلام من كلام ربنا سبحانه وتعالى، تضعي بعض الملاحظات، هنا خطأ هنا كذا، تضعي في قلم الرصاص مثلا الذي يمحى، تضعي تحت الآية التي فيها خطأ أحيانا، حتى تتدربي أكثر وتستمعي وتابعي معنا وتدربي واتصلي معنا، ننتظرك إن شاء الله في الأسبوع القادم. معنا غادة البطوش أيضا من الكرك، عادت إلينا غادة، تفضلي يا غادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية. غادة، نعم. تصلى من عين آنية. لا، ليس أعيد الآية. إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. صدق الله العظيم. ما شاء الله، قراءة جميلة من غادة، صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقك إلى ما يحب ويرضى يا غادة. أكمل يا صهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما
وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ما شاء الله قراءة جميلة. معنا رضا من الطفيلة، تفضل يا رضا. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هينا تقرا سورة الرحمن ماشي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر يسجدان، الشمس والقمر الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. يا رضا رضا. نعم. أنت صوتك جميل يا رضا وقراءتك طيبة، هنالك بعض الأخطاء. أنا أريد منك يا رضا، يعني كما اتفقنا سابقا، أنه قبل أن نتصل وقبل أن نقرأ على يعني عبر هذا البرنامج، نريد أن نجهز إيش؟ هذه الآيات، نجهز هذه الآيات، نتعلم عليها، نتدرب على هذه الآيات حتى إيش؟ تكون القراءة أفضل وأجمل. أنت صوتك جميل وصاحب صوت جميل ما شاء الله، ومستقبلك مستقبل جميل بهذا الصوت الرائع ما شاء الله، لكن نريد منك يا رضا أن تتدرب وأن تقرأ حتى تكون القراءة خالية من الأخطاء، ليس هنالك أخطاء ما شاء الله. ننتظرك. يعني هذه السورة نريد منك أن تقرأ سورة الرحمن، هذه سورة ليست من الطوال، ليست بسورة طويلة، لكن تحتاج إلى تدريب وتدرب. أنا أنتظرك وأنا أريد أن أسمع هذا الصوت الجميل في الأسبوع القادم يا رضا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك يا رضا إلى ما يحب ويرضى. اقرأ يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. حسبك. معنا على الهاتف أيها الإخوة والأخوات، معنا الإعلامي منصور العمري، وهو إعلامي قدير في الإذاعة الأردنية، فأهلا وسهلا بك فضيلة الدكتور. حياكم الله دكتور، يا هلا فيك، الله يسلمك. حياكم الله فضيلة الدكتور. نريد منك يعني كلمة حول أثر القرآن في حياة الفرد، أثر القرآن في لغة الفرد، في لغة الطالب، في لغة المسلم، في حياة المسلم، في حياة الأسرة، تفضل فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية أشكرك أخي فضيلة الشيخ أيمن على هذا اللقاء الطيب، وأسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا، كما أسأله جل وعلا أن يبارك
في هذا البرنامج الطيب تغنى ورسل. حديثي فضيلة الشيخ يتمحور حول نقطتين اثنتين. أولا، على كل مسلم أن يفهم أمرا واحدا وأن يلتفت بعناية إلى حقيقة القرآن الكريم وجوهره. فمن أجل نعم الله على البشر أنه أنزل الكتب على أنبيائه حتى يتعبد الناس بتلاوتها لتكون لهم هداية ونورا. قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال أيضا: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وأنت تعلم أخي والإخوة المشاهدين ما حل بالكتب السماوية السابقة، ولم يبقى إلا هذا الكتاب، الكتاب الذي بين أيدينا القرآن الكريم الذي قال فيه جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولو جئنا إلى استعراض فضائل هذا القرآن العظيم لم يسعنا الحديث الآن، ولكن لابد من إجمالها. فهو الذي يربي الأمة تربية قويمة ويصوغ عقولها ويزكي نفوسها ويهذب أخلاقها. والدليل على ذلك أخي والمشاهدين الكرام أننا لو رجعنا إلى الزمن الذي نزل فيه هذا القرآن على العرب آنذاك، سنرى مقدار هذا التحول والتأثير في كل مناحي حياتهم. فالقرآن قد أعاد صياغة عقولهم وقلوبهم وعقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وثقافتهم أيضا. أليس هذا دليلا على عظم هذا القرآن؟ و يعني أتساءل لماذا لا يؤثر فينا القرآن الكريم اليوم هذا التأثير المطلوب؟ ولنتمعن ولنتفكر في قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالجبل بقوته وعظمته يخبرنا الله عز وجل لا يخشع فقط لكلام الله، وإنما أيضا يتصدع من هذا القرآن. وقصة عتبة بن ربيعة كما تعلمون أخي الشيخ أيمن والمشاهدين الأعزاء، الذي أرسلته قريش ليعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عروضا دنيوية مقابل أن يكف عن دعوته، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قرأ عليه آيات من سورة فصلت، فتأثر عتبة تأثيرا شديدا بكلام الله عز وجل، فقال: إني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. انظر إلى فعل القرآن في قلبي وعقل هذا الذي لا يؤمن بالله، فأين قلوبنا وعقولنا اليوم؟ إذن فالقرآن الكريم هو ليس كتابا نتلوه سنحصل على الأجر والثواب بتلاوته فقط، إنما هو تأثير له تأثير كبير وأثر بالغ في الحياة الخلقية وتهذيب السلوك وتزكية النفوس أيضا ونشر الأخلاق الفاضلة. وهنا دعوة للآباء والأمهات إلى تنشئة الأبناء تنشئة قرآنية فيتربون على الأخلاق الحسنة والفضائل العليا. النقطة الثانية التي يعني يدور حديثي حولها هي اللغة العربية والقرآن. وربما يعني أخي الشيخ أيمن تفضل، تساءلت عندما يعني طلبت مني أن تكون المداخل عن القرآن الكريم وأثره الكبير في حياة المسلم، تساءلت أن هذا ربما يكون بعيدا عن الموضوع، ولكنني إذا سمحت يعني من منظور تخصصي وهو اللغة العربية، أن القرآن الكريم واللغة العربية على قدر من الأهمية كبير. ومما ألح علي بطرح هذه الفكرة أن الملاحظ عليه أن هناك ضعفا أو ربما عدم اهتمام وعناية باللغة العربية. والحقيقة أن أساس اللغة العربية هي القرآن الكريم. صحيح. وكما أننا لا يعني لا نحدث أو لا نحدث التأثير المطلوب للقرآن الكريم في حياتنا الذي تحدثت عنه في النقطة الأولى إذا لم نتعلم اللغة العربية. تخيل أن الله عز وجل الذي خلقنا والذي خلق هذا الكون يتحدث معنا بلغتنا، والله هذا كرم من الله عز وجل. يعني هناك الكثير من المسلمين غير العرب يتمنون أن يعرفوا العربية. وأنا أدعو يعني من خلال محطتكم الإعلامية المتميزة حقيقة
أدعو الآباء والأمهات مرة أخرى إلى تعليم أبنائهم القرآن الكريم لتستقيم ألسنتهم وليرضوا ربهم أيضا. صحيح. وأخيرا إذا سمحت لي أستحضر مقولة لكاتبة ومفكرة مصرية، يعني هي لها كثير من المقولات والأفكار التي تهاجم فيها الدين، ولكن انظر إلى المفارقة العجيبة في إحدى أفكارها، أنها تدعو إلى تعليم اللغة العربية عن طريق القرآن. هي لا تدعو من منطلق ديني عقدي، ولكنها تدعو إلى ذلك من في أن الطفل الذي يقرأ القرآن في صغره يخزن في عقله آلاف المصطلحات والمعاني مما يعمل على تفتيق ذهنه وعقله، ولكننا نحن ندعو إلى تعليم القرآن واللغة العربية من منطلق ديني. وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. جزاكم الله خيرا. لا يسعنا في نهاية هذه المداخلة إلا أن نشكر فضيلة الدكتور منصور العمري الإعلامي القدير في الإذاعة الأردنية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المداخلة وفي هذه الكلمات الطيبات. أيها الإخوة الأخوات، فاصل ونواصل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أكمل يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. حسبك. معنا فرح الرفايع من الشوبك، تفضل يا فرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. تفضل يا فرح. بدي أقرأ سورة الكهف. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فرح نعم صوتك جميل يا فرح وقراءتك جميلة يا فرح هنالك بعض الأمور لكن نريد منك يا فرح المرة القادمة في الأسبوع القادم أن تختاري سورة من السور القصيرة على سبيل المثال من جزء تبارك ابدأي معنا الأسبوع القادم من سورة الملك حتى نستمع لهذا الصوت الجميل لكن نريد منك الأسبوع القادم أن تتدربي جيدا على سورة الملك حتى إيش حتى نستمع إلى هذا الصوت الجميل بقراءة جميلة وبقراءة طيبة يا فرح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك يا فرح إلى الخير أكمل يا عبد الرحمن أعيد الآية السابقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ما شاء الله قراءة جميلة يا عبد الرحمن طبعا معنا طالب جديد لأول مرة يأتي معنا طالب محمد أهلا وسهلا بك يا محمد اقرأ لنا يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا ولربك فاصبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، لواحة للبشر، لواحة للبشر، عليها 19. ما شاء الله، قراءة جميلة يا محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك يا محمد إلى الخير بإذن الله تبارك وتعالى. إخواني، كنا قد تكلمنا وبدأنا بالحديث عن سورة الكهف، وعن شيء من تفسيرها، وعن شيء من فقهها، وعن بعض تفسير بعض معانيها. وكنا قد وصلنا في دروس ماضية، وكلما أردنا أن نتكلم جاء اتصال فننقطع عن الحديث عن ذلك. وصلنا وقلنا أن الله تبارك وتعالى في بداية هذه السورة حمد نفسه وأثنى على نفسه، والله سبحانه وتعالى في سور كثيرة يبتدئ بالثناء على نفسه وعلى ذاته المقدسة سبحانه وتعالى جل في عالي سماه. وإن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة لما ابتدأ قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هنا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن القرآن، وأنه لا اعوجاج فيه، وأنه لا ريب فيه، وأن الله تبارك وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله تبارك وتعالى أنزله من السماء، وأن هذا القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى صفة الكلام من صفاته سبحانه وتعالى. فالقرآن هو كلامه، تكلم به سبحانه وتعالى وليس بمخلوق، إنما هذا القرآن إنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في عالي سماء. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. نحن أهل السنة والجماعة نعتقد اعتقادا جازما أن القرآن هو كلامه، وأن صفة الكلام هي من صفات رب العالمين سبحانه وتعالى جل في عالي سماه. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، بأسا شديدا لمن خالف هذا القرآن. الله سبحانه وتعالى يعاقب من خالف القرآن، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن ليعمل به، وأنزل هذا القرآن حتى يتعامل الناس بأخلاقه، بقيمه، بمعاملاته، بالأحكام التي جاءت وجاء بها هذا القرآن. فالله سبحانه وتعالى حرم الربا في قرآنه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فواجب على العباد جميعا أن يلتزموا بهذا الحكم بحرمة الربا، وأن لا يتعاملوا في بينهم بالربا. الله سبحانه وتعالى حرم الزنا في قرآنه وفي سنة نبيه، فالواجب على المسلم أن يلتزم بهذا الحكم وألا يفعل هذه الفاحشة. الله سبحانه وتعالى حرم الكذب في قرآنه وفي سنة نبيه، فلذلك واجب على المسلم ألا يكذب وألا يرتكب هذا الذنب العظيم. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر وجعلها من الكبائر في قرآنه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، واجب على المسلم أن يعمل بهذا. فلذلك الله سبحانه وتعالى قال: قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، أي الذين يخالفون هذا القرآن ويخالفون الآيات التي جاء بها الله عز وجل والأحكام التي جاءت من قبل ربنا سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم الجليل، ألا وهو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى جل في عالي سماء. لينذر بأسا شديدا من لدن، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به. هذا القرآن من آمن به كان من أهل الجنة، ومن لم يؤمن به فهو ليس بمسلم،
هنالك فيصل إخواني يجب علينا أن نعي به. هذا القرآن، قضية الإيمان بالقرآن وقضية الإيمان بالنبوة وقضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وقضية الإيمان بالسنة وقضية الإيمان باليوم الآخر والنبوة، هذه قضايا ليست من الأمور السهلة على الإنسان أن يتنازل عنها وأن ينفصل عنها بالكلية أبدا، وإنما يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن آمن بهذا فهو من المسلمين وهو مسلم، فإن لم يؤمن به فإن الله تعالى يعاقبه وليس بمسلم. فالقرآن هو كلام رب العالمين، الإيمان به يعني أنك دخلت في الإسلام وأنك من المسلمين، أنه من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا الله سبحانه وتعالى ينذر بأسا شديدا من لدنه، أي لمن خالفه ولم يؤمن به، بأسا شديدا. وهذا العقوبة، العقوبات التي تنزل على الناس نتيجة أو على البعض الذين من الذين لا يؤمنون بالقرآن، عقوبة ربما تكون لهم عقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة، ربما يعجل الله سبحانه وتعالى له العقوبة في الدنيا. فهنالك عقوبة لمن لم يؤمن بالقرآن، عقوبة أخروية هذه ثابتة، لكن ربما الله سبحانه وتعالى يعاقبه في هذه الحياة الدنيا، يعاقبه بشيء هو أعلم به سبحانه وتعالى جل في عالي سما، يقدره سبحانه وتعالى. هنا الله سبحانه وتعالى أيضا جعل يعني المثوبة لمن آمن بهذا القرآن ولمن أخذ بهذا القرآن ولمن عمل وعمل بهذا القرآن، أن له المثوبة وأن له الجنة وأن له الحسنات وأن له الأجر وأن له الجنان يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الجنة وخلق النار وأمرنا بأشياء نؤمن بها، فمن آمن بهذا القرآن وعمل به فإن له مثوبة عنده سبحانه وتعالى. فلذلك قال: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن حيث صدقوا به وآمنوا به وعملوا به الأعمال الصالحة أن لهم أجرا حسنا، أي مثوبة من عند الله تبارك وتعالى، مثوبة من عند ربنا سبحانه وتعالى جل في عالي سماء، مثوبة أنهم آمنوا به وعملوا به. فلذلك إخواني، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق الجنة والنار وخلق العباد، فمن عمل الأعمال الصالحة وأطاعه سبحانه وتعالى أعطاه الأجر والمثوبة عنده سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أيها الكرام أن يحسن في جنب الله تبارك وتعالى. هذه الدنيا قصيرة وهذه الدنيا زائلة، ولن يأخذ العبد من هذه الدنيا إلا الأعمال الصالحة، لن يأخذ العبد من هذه الدنيا الفانية الزائلة إلا ما قدم من خير. ومن أعظم الأمور التي يقدمها العبد لنفسه التوحيد، أن يوحده سبحانه وأن يؤمن بالغيبيات التي الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا، وقولوا للناس حسنا، وأمرنا بحسن الخلق، وأمرنا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم في أخلاقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، أي أخلاقه تتمثل بالعمل في هذا القرآن العظيم
وهذا القرآن الجليل. فلذلك أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، أي ماكثين في ثواب في ثوابهم، أي ماكثين في هذه الجنة التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى، والتي من الله سبحانه وتعالى عليهم بها. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، ألا وهم المشركين الذين قالوا أن لله البنات وأن له الولد وما أشبه. هذا القرآن هو نذير لهم، يخوفهم أن الله تعالى لا ولد له ولا بنت له، لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلذلك إخواني، قضية التوحيد وقضية الإيمان بالله تبارك وتعالى وقضية التوحيد، هذه قضية أصبحت يعني تهاجم من هنا وهناك حتى يتزعزع هذا الإيمان عند المسلم. فالواجب على المسلم أن يثبت على دينه، وأن يمت على الإسلام، وأن يمت على التوحيد، وأن يمت على السنة، وأن يمت على الأعمال الصالحة، وأن يبقى حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فخاب وخسر هو من شك في إيمانه، من خاب وخسر من أصبح عنده ريب وشك في بعض الثوابت وبعض الغيبيات. فلذلك إخواني، يجب علينا أن نعلم أبناءنا، وخصوصا أن هذا البرنامج هو للأولاد وما أشبه، أن نعلمهم أركان الإيمان، أن نعلمهم أركان الإسلام، أن نعلمهم الثوابت التي لا يجوز لمسلم أن يتزحزح عنها أبدا. هذه القضايا من القضايا العظيمة، القضايا الكبيرة، هنالك قضايا لا يمكن للمسلم ولا يجوز للمسلم أن يشك فيها لحظة واحدة أبدا. ما هي قضايا فرعية، ما هي قضايا فرعية وقضايا فقهية اختلف فيها العلماء أبدا. إنما أن نؤمن أن الله واحد، أن نؤمن أنه لا رب سواه، أن نؤمن بالغيب أن هنالك جنة وأن هنالك نار، أن نؤمن بالملائكة، أن نؤمن بأن هنالك بالجن وما أشبه، أن نؤمن أن هنالك صراط، أن نؤمن أن هنالك ميزان، أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى يحاسب الخلق يوم القيامة، أن نؤمن أن الله تعالى افترض علينا هذه الصلوات، أن نؤمن أن الله أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، أن نؤمن بالأحاديث النبوية التي جاءتنا وهي صحيحة، أن نؤمن بها وأن نعمل بها وأن لا نشكك بها. هذه القضايا إخواني من الثوابت التي يجب علينا أن تكون ثابتة في صدورنا، وأن نعلمها لأبنائنا ولصغارنا حتى ينشأ هذا الطفل تنشئ على الفطرة، وألا تتغير هذه الفطرة، وألا تتشوه هذه الفطرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ولا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه خير ولما فيه السداد. وإلى لقاء آخر، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون.